نكمل السلسلة اللي كنا بدأناها في سلسلة شرح الأدوية، وهي سلسلة اعرف دواءك. هنتكلم في الفيديو ده عن دواء أدنكور، هنتكلم عنه بالتفصيل. أدنكور في منه تركيزين، 10 ملي و20 ملي. المادة الفعالة الموجودة في أدنكور هي نيكورانديل. طيب المسائل الموجودة اللي فيها نفس المادة الفعالة، المسائل عندنا دواء الانجيو بروتكت والرانديل. الدوائين دول فيهم نفس المادة الفعالة. طيب الاستخدامات بتاعته او دواعي الاستعمال، دواعي الاستعمال الام الزبحة الصدرية وضيق الشريان التاجي. يبقى اي حد بيشتكي من الزبحة الصدرية، الام الزبحة الصدرية، ضيق الشريان التاجي، لان دواء الأدنكور بيزود كمية الدم اللي واصلة ليه القلب، او بيساعد في تروية الدم، القلب بيه الدم، وبالتالي بيعالج الام الزبحة الصدرية وضيق الشريان التاجي. طبعا الدواء ده لا يوصف الا تحت اشراف الطبيب. طيب بعد كده هنتكلم عن موانع الاستعمال، موانع الاستعمال بتاع دواء أدنكور. عندنا اول حاجة فرط الحساسية لمادة النيكورانديل. يبقى اول حاجة لو حد عنده حساسية من مادة النيكورانديل يبقى ما ينفعش يستخدمها. تاني حاجة لو حد بيشتكي من مشاكل في الرئة او ارتشاح رئوي حاد يبقى برضو ممنوع يستخدمه. رقم 3 اثناء فترة الحمل والرضاعة فهو ايضا ممنوع. رقم 4 لو في حد بيشتكي من مشاكل اخرى في القلب برضو بيبقى من الحاجات المحظورة. رقم 5 ما يستخدمش لو في حد عنده نقص في حجم الدم. ورقم 6 لا يستخدم مع أدوية ضعف الانتصاب زي مثلا مادة السلدينافيل والفاردينافيل والتادالافيل، لان الاثنين مع بعض في نفس الوقت بيقللوا ضغط الدم، ممكن يتسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، لان الاثنين بيزودوا او بيوسعوا من الاوعية الدموية فممكن يتسببوا في هبوط في ضغط الدم. الاعراض الجانبية، اكثر الاعراض شيوعا هو الصداع. الصداع يعتبر اكثر عرض شائع للأدنكور. يبقى الاثار الجانبية، اول حاجة الصداع، وده شائع جدا. بعد كده بقى عندنا الدوخة، الشعور بالدوار، الغثيان، القيء، عندنا كمان الشعور بالضعف، ديت اكثر الاثار الجانبية الشائعة لدواء الأدنكور. بعد كده عندنا التداخلات الدوائية، يعني الأدوية اللي ما ينفعش تستخدم معها في نفس الوقت. أول حاجة مضادات الاكتئاب، يبقى رقم 1 مضادات الاكتئاب، اللي بيستخدم مضاد للاكتئاب يبقى ما يستخدمش معها في نفس الوقت مادة الأدنكور. بعد كده عندنا أدوية القلب، زي اللي بتحتوي على مادة الديجوكسين او الاميودارون، او مادة الفيرابميل، طبعا مش لازم يعني تعرفوا اسماء الادوية، ولكن يعني ما يستخدمش مع ادوية القلب التانية. هو في كل الحالات ولا يستخدم الا تحت اشراف الطبيب، ولكن احنا بس بندي معلومات، فقط. بعد كده رقم 3 ادوية الكورتيزون ومضادات الالتهابات غير الاسترودية الاخرى، ادوية الكورتيزون والمسكنات الاخرى برضو يستخدم معاه بحذر جدا، او لا يستخدم، الاثنين ما يستخدموش مع بعض في نفس الوقت. ورقم 4 زي ما قلنا من شوية ادوية ضعف الانتصاب، زي طبعا السلدينافيل والفاردينافيل والتادالافيل. الجرعة بتاعته بتبقى من 20 ملي لي من 10 ملي لي 20 ملي من مرة لمرتين يوميا حسب ارشاد الطبيب.
يبقى الطبيب هو اللي بيحدد الجرعة بتاع الأدنكور على حسب الحالة اللي قدامه. الجرعة البدائية بتبقى 10 ملي مرتين في اليوم، دي الجرعة البدائية. الطبيب بقى حابب يقلل الجرعة، حابب يزود الجرعة على حسب الحالة الموجودة قدامه. ده كده كان كل ما يخص أدنكور أقراص. أتمنى الحلقة تكون عجبت حضراتكم. لو في حد عنده أي سؤال أو استفسار يسيبه لي في التعليقات وإن شاء الله أرد عليه. شكرا ليكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.